عرضية لأحمد حديد، أحمد عرضية أخرى وتحويل اللعب بشكل ممتاز إلى الناحية اليسرى إلى صالح الصقلي، صالح كرة عالية وخروج غير موفق، باولو جون إلى المرمى، هدف ثاني في الدقيقة الأربعين، هدف ثاني للاتحاد في الدقيقة الأربعين. باولو جورج يأتي بالكرة بعد تحويل رائع من أحمد حديد لدفة اللعب للناحية اليسرى إلى صالح الصقري، يرفع صالح الصقري الكرة العرضية، خروج غير موفق كان من ياسر المسليم، والكرة الرأسية تأتي من عبد الملك زيايا لتصل ناحية باولو جورج، وباولو جورج يسجل هدف ثاني لنادي الاتحاد، هدف رابع له في دوري زين السعودي للمحترفين، هدف اتحادي. هذه عادة مرة أخرى، هذه كرة صالح الصقري، خروج غير موفق كان من ياسر المسليم ودخول بينه وبين جيفين البيشي، وهنا باولو جورج هو من سدد، باولو جورج هو من وضعها في سقف المرمى تماما، وهدف بعيد حتى عن تمكن نيكولا بيتكوفيتش في إبعاد هذه اللقطة. عندما لا تسجل يسجل فيك تماما، هذا ما حدث في هذا اللقاء، وتأتي الكرة بعد خروج غير موفق من ياسر المسليم وتداخل بينه وبين المدافع جيفين البيشي، وباولو جورج يضع كرة في حلق المرمى تماما، هدف رابع له في دوري زين السعودي المحترفين، هدف ثاني للاتحاد في الدقيقة الأربعين.